الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. أسعد الله صباحكم وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال. تطرقنا في المرحلة أو الحصة السالفة إلى التعريف بتسميات ومكان هذا العنصر الفاعل في هذه الأرض، يعني تطرقنا للزمان وكذلك المكان اللي هو شمال إفريقيا، والعنصر الفاعل هو ساكن هذه الأرض الطيبة من بربر، أمازيغ، مازيغ، نوميديون، جيتول، ليبيون، عدة أسماء. اليوم نتطرق إلى تمازج في الحضارات ما بين المشرق والمغرب، تلاقي الأخوة، تلاقي وتعانق بين حضارتين أو منطقتين تتممان هذا البعد الحضاري الكبير. في حوالي 1200 قبل الميلاد كانت هناك بالمشرق العربي الحضارة البابلية، وببلاد الشام الحضارة الكنعانية ومنها الفينيقية، وعدة حضارات في وسط شبه جزيرة العرب وفي اليمن. أما مصر فكانت تعيش مرحلة المملكة الحديدة. شمال إفريقيا يعيش قبائل متناطرة فوق هذه الأرض، فابتداء من سنة 1200 قبل الميلاد بدأت تظهر سفن وقوافل تجارية انتقلت من الحوض البحر الأبيض المتوسط الغربي أو الشرقي إلى الحوض الغربي. ففي بداية الأمر كانت هذه السفن في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، يعني من السواحل الشامية إلى شبه جزيرة البلقان، بحر إيجا، إلى غاية مضيق مسين وكذا صقلية. لكن منذ 1200 قبل الميلاد بدأ الانتقال إلى الجهة الأخرى، ألا وهو الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. فظهرت السفن السلمية التجارية محملة بعدة بضائع وباحثة عن معدن الحديد وعن كل ما جادت به خيرات الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، من جنوب فرنسا إلى إسبانيا، ومن المغرب الأقصى إلى المغرب الأوسط الجزائر، إلى المغرب الأدنى تونس إفريقيا. فبحضورهم بدت نشأة المحطات الباكرة، وهنا فالمرحلة الفينيقية الكنعانية تنقسم إلى مرحلتين اثنتين. المرحلة الأولى من 1200 قبل الميلاد إلى غاية تأسيس مدينة قرطاجنة في 814 قبل الميلاد. أما المرحلة الثانية للفينيقيين الكنعانيين بشمال إفريقيا فتمتد من 814 قبل الميلاد تأسيس قرطاجنة إلى غاية سقوط هذه المدينة الجميلة الرائعة التي قدمت للإنسانية أبهى وشتى العلوم الحضارية آنذاك، دمرت في 146 قبل الميلاد. ففي المرحلة الثانية من القرن دولة القرطاجية ستبدأ ما يسمى تشكيل المملكات البربرية، ومنهم مملكة نوميديا. فالمرحلة الأولى الفينيقية التي امتدت من 1200 إلى غاية تأسيس روما أو تأسيس عفواً قرطاجنة في 814 قبل الميلاد كانت مرحلة البحث عن الجيوب البحرية، وفعلا قد سجل الفينيقيون وطأتهم في عدة أماكن
ومحطات تجارية سلمية في شمال إفريقيا وجنوب غرب أوروبا. فأسسوا في شمال تونس قرب العاصمة تونس ومدينة قرطاج التي ستؤسس فيما بعد، أسسوا محطة سميت أوتيكا في الكتابات الحالية، لكن هي أصلا تسمى محطة عتيقة بتونس، وكان ذلك في 1101 قبل الميلاد. ثم تأسيس محطة أخرى في شمال غربي مملكة مراكش وتسمى بمدينة العرائش حاليا، أسسوا محطة ليكسوس على وادي ليسوس، أسست محطة ليكسوس حاليا العرائش بين طنجة والقصر الكبير في أقصى الشمال الغربي لمملكة مراكش. أما لا في الضفة الشمالية وبالأخص في الجنوب الغربي الإسباني، أسسوا مدينة قادس. قادس هي حاليا مدينة وميناء كبير وكبير جدا بإسبانيا. فهذه المحطات الثلاث تسمى بالمحطات الباكرة، واستعملت فيما بعد في المرحلة الثانية لعدة حملات واكتشافات عبر البحار. سنة 814 قبل الميلاد نزلت ضيفة على هذه الأراضي أو منطقة بيرسا بشمال تونس السيدة أنيس عليسة، والمعروفة في كتابات الغربية بأليسا، وهي في حقيقة الأمر عليسة. هربت من أبيها من أخيها مك ميتمايلون، وهي ابنة الملك ماتون، هربت من أخيها بيغمايلون إلى مدينة كيتون بشمال أو بجنوب قبرص، ومنها ارتحلت مع عدة نسوة على متن سفن وجابت البحار إلى أن وصلت إلى منطقة بيرسا. بيرسا هي هضبة حاليا بنيت عليها هذه المدينة بكما يقال جلد ثور. فأسست هذه المدينة 814 قبل الميلاد، وازدهرت وتمازجت مع السكان المحليين وبالأخص الأمير أيلماس الذي باع لها قطعة من الأرض. فكان هناك التمازج الأول والاعتناق الأول والتلاحم الأول بين الكنعانيين الفينيقيين في مدينة قرض حتش. وقرض حتش بكلمة بالفينيقية الكنعانية معناها بالعربية القلعة الحديثة أو القرية الحديثة، حاليا سيرا نوفيل فيل المدينة الجديدة. حاليا هذه المدينة هي مطار تونس الدولي قرطاج. فهذا التمازج قد سبقه تمازج كما قلت عبر التاريخ، حيث أن الهجرات السابقة كانت من أرض قحطان وعدنان، من أرض قحطان، ثم فيما بعد سيأتي دور العدنانيين. حضارة ظهرت في شمال إفريقيا وتسمى بالحضارة المولدة، وهي المزيج بين الفينيقيين الكنعانيين والأمازيغي البربر، فأصبح شعبا واحدا متضامنا منذ قرون قد مضت قبل الميلاد إلى يومنا هذا. فلنحسب مثلا قبل الميلاد 12 قرنا، ومن بعد السنة القرن السابع الميلادي إلى يومنا هذا 19 سنة، في المجموع سيكون 33 قرن تمازج وتآخي بين الشعبين، الكنعاني من المشرق الفينيقي من المشرق، والكنعاني الأمازيغي من المغرب، مصداقا لقول ابن خلدون العلامة ابن خلدون: الأمازيغ أبناء أمازيغ،
ابن كنعان ابن حام ابن نوح عليه السلام. استسمحكم إلى حصة أخرى أتناول فيها عدة أسباب ومسببات أدت إلى ظهور الكيانات والمملكات البربرية في شمال إفريقيا ومنها مملكة نوميديا. تحياتي لكم الفاضلة، تقبل الله صيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.